أنا آسف لكل المطاعم يعذرون توم متعشي وهذا، بس أنا آسف لكل المطاعم. أنا ذقت في حياتي بطاطسات كثير، لكن مثل بطاطس جدتي اللي تحط تحت جريدة الربع وكذا يعني يسبح زيت، ما قد ذقت في حياتي يا عيال. تخيلوا أوف، جدة الله يطول عمرها، إن شاء الله بجدير بصور لكم تسوي بطاطس عيال. ما في كلام، هذا بطاطس حبة كذا صغيرة، لا تشق البطاطس من النص تقليها على طول وتحط كذا فلفل اسود وملح وكمون وكذا الجريده تحت الربع، جريده لونها ابيض مع زيت لونها اسود. تخيل شباب، انا ودي اتكلم معاكم موضوع ما اعرف صدق. شوف انا ما عندي مشكله واحد يكون موديل وكشيخ ولابسه كذا وجنتل، بس يا اخي احس اذا كان زياده عن اللزوم ما اعرف، فاهمين يعني؟ في ناس يلبسون لك لبس غريب، يوم تيجي تكلم تقول والله ايش ذا اللبس هذا، والله مو بحلو. ايش يقول لك؟ يقول لا انا موديل، موديل عادي، الموديل كذا يلبس اللبس زي كذا. فانتوا ايش رايكم من ناحيه هذا الموضوع يعني؟ طبعا الحين يا شباب طحنا في اختلاف راي. خوي هذا ايش يقول؟ يقول انه انا عندي مشكله مع كلمه موديل، انه الرجال ما ينقال عنه موديل. وانا ايش قلت؟ قلت طيب سؤال، انت الحين عندك محل بلوفرات ولا محل ملابس؟ تبي تجيب واحد يعني وجهه مقبول وجسمه مرتب، ولا تبي تجيب واحد نحيف زيي؟ قال لا انا بجيب اللي جسمه مرتب ووجهه مقبول عشان يكون ضابط على اللبس. قلت طيب هذا اسمه موديل، هذا موديل. فاختلاف الاراء لا ي... لا يعطيك العافيه، بس كلامه صح. This is my time. This is أبلع. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. الحلم اللي تحلمته للحين جامد، هذا أقوى حلم السنة الجديدة، فاز. أحتاج مفسر يا ربع ضروري. تحلمت إن الله كتب نصيبي يا اخوان مع اميرة، اني انا تزوجت اميرة، هذا الحلم. وان كذا جالسين على طاولة والعصافير قاعد يجيبون الاكل، وكذا في نجفات فوق وكريستالات وكذا مطر وغيوم، ما اعرف يا الربع اشياء ملخبطة الصدق، بس ما عاد ادري اصبر، لان صراحة انا تأخرت صراحة، يمكن ربي كاتب لي شيء قدام، ولا كنت أخيرة في أخيرة، ولا أنا خاف يوصل عمري 50 ولا الحين ما تزوجت. شباب انا بتكلم في موضوع صار لي من واقع تجربة وانا في الملعب، تمام؟ ترو والله العظيم ترو احنا نقدر ناخذ تذاكر في 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 اي بي وقت ما نبي، نقدر والله العظيم نقدر يعني عادي، اللهم لك الحمد. بس يا شباب مو يعني اذا مشهور لازم اخذ في اي بي، ترو والله العظيم انا اجلس مع الجمهور ومع الرابط ومع الحماس ومع الفلة احسن لي من اجلس في اي بي وكلهم ساكتين وما يسوون ولا شيء. تروا يا ربع في فرق، تروا لها يعني المباراة لما تكون مع الجمهور مع الحماس مع الرابطة مع الجو هذا، تروا لها حماس وطعم أكثر من إنك تكون في آي بي. يعني في آي بي إيش فرق؟ إيش يعني؟ عشان أكل ولا عشان موقف جوا؟ تروا عادي.